قضية مع الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي. برضو وصلوا سؤال عن محمد الصفا حذر منه، قال لا تجلسوا إليه لا تستمعوا إليه. توجيه أسركم لا تستمعوا له ولا تجلسوا إليه، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل بينهم هذا. الحصل شنو؟ محمد الصفا أول ما الفتوى دي وصلته مشوا الشباب بتاعينه لقطوا له كلام وما أفلحوا فيه، جابوا له كلام بتروا ولو محمد بن هادي بيقول إنه من حج ولم يزر الشيخ ربيعا ما تم نسكه. الكلام ده لما جابوا لي محمد الصفا طوالي تعجل وأساء الشيخ محمد بن هادي وسبه سبا شديدا وقال ده السب على المنهج السلفي. يقول الشيخ محمد ابن هادي المدخلي ده في السعودية طبعا، يقول عن الذي يأتي إلى مكة ولم يزور الشيخ ربيع هذا خاسر، إلا ده قال سلفته فيها شك، فقال إذا جيت مكة لازم تزور، إلا قال إذا كان عندك عذر. معناه جعل زيارة ربيع شنو؟ واجبة من الواجبات. ما هو الكلام ده لازم، الكلام ده وده كلام واضح، طريق واحد يكون عطل يقول لك ها؟ يعني عندك رأي في محمد بن مدخلي؟ في المخرج جات عندي خلي المدخلي. أنت بتلعب ولا وهي لك وما أظنك أن تقوم يا عاصم. شفت زي النوع ده هو سب على المنهج السلفي. والله زي محمد مدخلي دير وغيره من الناس دي مذهبية جديدة. دي مذهبية عصرية أنا بعتبرها. والحقيقة إنه الكلام كلام الحلبي. ومحمد بن هادي حفظه الله تعالى يرد على الحلبي وينكر عليه أنه يشترط زيارة الشيخ ربيع. وأما مجرد الكلام الفج والسمج هذا الذي سمعتم فاعرضوه على أي عاقل في الدنيا، أي عاقل في الدنيا من المسلمين اعرضوا هذا الكلام عليه وقولوا له تتصور واحد من المسلمين يقول أن من حج ولم يزور الشيخ ربيع ولم يزور الشيخ ربيع حجه غير صحيح؟ طب أنا أظن حتى المجنون لا يخطر ببالي هذا، ولكن هذا كله من المبالغة في تشويه صورة السلفيين. لكن من عجيب أمر محمد الصفا أنه يمجد الحلبي وهو صاحب تلك المقالة القبيحة و يرفع الحلبي فوق العلماء ويعظم الحلبي، والحلبي هو صاحب المقال القبيح الشينة التي طعن بها محمد مصطفى في الشيخ محمد بن هادي. الرجل اللي هو الشيخ الحلبي حفظه الله رجل من السنين يا عصبني يا شماش، رجل من علماء أهل السنة ومن كبار الثقات عندي، عرفت الحلبي ده عالم كبير ثقة عندي انت. لكن تبين لي بالامس امبارح الشباب او امبارح الاخ مزمل جاب لي مقاطع صورة وصوت وكتاب للرجل، وجدت ان الرجل قد انحرف عن المنهج وده عادي يقبل منك بعد ساعتين تلقاه تغير زمن بتاع فتن. نعم شوف عرفت انه تغير وصار وكشف عن هويته، وعرفت انه ليس بسلفي وانه من جماعة الاخوان المسلمين الذين يسنون على حسن البنا ويسنون على محمد حسان بالإضافة إلى بطيل كثير أخرى. أنت فاهم كلامي؟ رجل من علماء أهل السنة ومن كبار الثقات عندي، عرفت الحلبي ده عالم كبير ثقة عندي أنت، وكشف عن هويته وعرفت أنه ليس بسلفي وأنه من جماعة الإخوان المسلمين الذين يسنون على حسن البنا ويسنون على محمد حسان بالإضافة إلى بطيل كثير أخرى. أنت فاهم كلامي؟ وفي نفس الوقت يطعن في محمد هادي حفظه الله تعالى وهو بريء من هذه المقالة، بل هو يرد عليها وينكرها على الحلبي. فسبحان الله ونعوذ بالله من الخذلان وقبح الله الهوى. وهذه من موافقات محمد مصطفى للرافضة، أنه يصدق بالكذب ويكذب بالصدق الواضح.